من بين 40 فيلم تناولت موضوع حرب التحرير، من بيناتها الليل اول اشهر ضربات غيرهم. من خلالك مثلا في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وبهذه المناسبة العظيمة نظمت دار الثقافة ابن رشد لولاية الجلفاء والمركز الجزائري للسينما تظاهرة سينمائية بانوراما سينما الثورة. هذه التظاهرة تضمنت فتح ورشات تكوينية من تعطير بعض الأساتذة المختصين كورشة الصوت وورشة التركيب وورشة الكتابة وورشة الصوت، كذلك إلى عروض بعض الأفلام الوثائقية الأفلام الثورية. والصورة هي الأساس باش توري مدى صعوبة الحرب، مدى يعني استعمال فرنسا للسلاح المدمر، السلاح المحروم إلى غير ذلك. الأفلام اللي اندارت وقت الثورة واندارت يبان الاستقلال كلها تصب في تاريخ الثورة، في المعارك، في الشهداء، في كذلك الأبطال اللي مشوها إلى غير ذلك، باش تبقى لا ميموار فريش بالنسبة للأجيال اللي قاعدة تجي.